اوكي يا باشمهندسين، معاكو مصطفى محمد في لوميون كورس بروفيشنال شوتس. النهارده ان شاء الله باذن الله المحاضره الثانيه هنتكلم فيها عن مواضيع كتير ومهمه جدا، لان هي اللي هتخليك ازاي تعرف بقى تكسر الحاجز ما بينك وبين لوميون وتبدا تتحرك فيه بسهوله وتدخل البروجكت بتاعك او تدخل فرش او تعمل كذا حاجه يعني عليه. احنا هنبدأ دلوقتي، المفروض بدأنا ريكورد. في آخر السيشن إن شاء الله هيبقى في تاسك، هبعت لكم التفاصيل بتاعته إن شاء الله، وهبعت لكم برضو التاسك اترفع فين ونتناقش فيه فين. تمام، احنا آخر حاجة اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت القوائم ديت الستة دول، عرفناهم بالتفصيل دول عبارة عن ايه، واتكلمنا عن السيتنجز، شرحنا دول ايه ودول ايه، وقلنا ايه اهم الحاجات اللي لازم اكون مراعيها عشان خاطر الجهاز بتاعي يكون مستجيب معايا بشكل سليم ومفيش تعليق او كده. النهارده بقى بإذن الله هنشرح اول حاجة هنتكلم عنها ازاي نقدر ندخل موديل بقى بتاعنا جوه اللوميون، سواء من ريفيت سواء من سكتشاب. ازاي اقدر اعمل حاجه زي كده؟ ازاي لو معايا مثلا فرش اقدر ادخله؟ لو عملت بروجكت مثلا على ريفت الفرش بتاعه ما بيكونش بالكواليتي العاليه، فازاي اعالج المشكله دي واقدر ادخل البروجكت بتاعي كريفت عادي بس الفرش مثلا اخليه سكتش اب؟ ازاي اعمل الحاجه دي؟ ان شاء الله هنتكلم عنها في المحاضره دي. طيب احنا اول حاجه هنعملها هنفتح اكزامبل عادي خالص، او قبل الاكزامبل خلينا نفتح عادي نيو فايل، هنفتح البلين دي مثلا. تمام، احنا كده البلين بتاعتنا اتفتحت. طيب احنا اول حاجة هنتكلم عنها زي ما قلنا هي الامبورت والامبورتد مودلز، الاتنين دول مرتبطين ببعض. طيب هي ايه القايمتين دول؟ يعني انا دلوقتي ماشي، احنا دلوقتي هنتكلم عن امبورت، بس الامبورت دي من ضمن قايمه، انا مش فاهم ايه القايمه دي ولا ايه القايمه دي. دي القايمه اللي مسؤوله عن اي حاجه تخش اللوميون، اي حاجه تتحط، سواء حاجات هتحطها من جوه اللوميون اللي هي قايمه الاوبجكتس ديت، يعني دي اوبجكتس، دي ماتيريالز، دي لاندسكيب، دي الويذر. تمام، احنا النهارده هنتكلم عن الاوبجكتس وهنتكلم عن القايمه ديت اللي هي بتتحكم في الاوبجكتس. طيب ايه بقى قايمه الاوبجكتس ديت؟ اي حاجه بدخلها اللوميون سواء من بره اللوميون او جوه اللوميون، يعني مثلا هفرش جوه اللوميون بقى، احط عربيات، احط ناس، احط افكتات مثلا صوت، الحاجات دي كلها، يا اما بقى هدخل حاجات من بره اللوميون. طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن الامبورت والامبورتد مودلز، فدي حاجة من ضمن القايمة دي. طيب ايه بقى القايمة دي؟ القايمة دي اي القايمة بتتحكم، دي قايمة فرعية من القايمة الأساسية اللي هي بتاعة الأوبجيكتس. طيب دي بتعمل ايه؟ دي بتتحكم لي في كل حاجة موجودة في الأوبجيكتس، يعني مثلا لو حطيت شجرة، لو حطيت مثلا كرسي، أقدر ازاي أعمل له روتيت، ازاي أقدر أعمل له سكيل، ازاي مثلا أوزعه، ازاي أحركه، كل الحاجات دي اللي بتحكم فيها هي القايمة دي. فاحنا اول حاجة هنشرحها هي الامبورت، ازاي ابدأ ادخل الموديل، ازاي ابدأ ادخل الفرش، بعد كده هنعرف ازاي بنتحرك في البرنامج، بعدها هبدأ اتكلم عن الاوبجكتس، وابدأ اتكلم بقى عن الحركة ازاي بتبقى جوه الاوبجكتس، يعني ازاي بتحكم في الاوبجكتس بالقائمة بتاعت الاوامر دي. فاحنا اول حاجة هنعملها عايزين نعرف ازاي بقى بندخل الموديل بتاعنا. طيب احنا قبل ما ندخل الموديل بتاعنا لازم نعرف حاجة بالنسبة للريفت، لازم بتنزل بلوجن لوميون جوه الريفت، ما ينفعش تدخل فايل الريفت كده على طول، لازم تنزل بلوجن اللوميون عشان تحول فايل الريفت اللي انت شغال عليه الى فايل يقبله لوميون، اللي هو بيكون بصيغة الدي اي اي. طيب بالنسبة للسكتش اب، لا السكتش اب عادي، السكتش اب انت ممكن تنزله وتدخل الفايل عادي. طيب هل ده معناه ان السكتش اب ملوش بلجن؟ لا ليه، بس السكتش اب عادي انت ممكن تنزل الموديل بتاعك او الفايل بتاعك تسيفه عادي على هيئه ملف سكتش اب وتدخله جوه اللوميون، هيخش معاك عادي واللوميون بيقراه.
طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف بالنسبة للريفت هنعمل ايه. اول حاجة احنا لو جينا فتحنا الريفت، المفروض ان انت ميبقاش عندك ظاهر لوميون دي. طيب احنا عشان نحط البلاجن بتاع لوميون جوه الريفت بنعمل ايه؟ هنخش عادي على المتصفح بتاعنا وهنكتب هنكتب لوميون بلاجن فور ريفت. تمام، هنفتح اول لينك يظهر لنا في الصفحة وهننزل او بص لو نزلت تحت كده شوية يقول لك الداونلود لينك او لوميون لايف سينك فور ريفت بلاجن. بس خلي بالك البلاجن دوت مش هيشتغل الا على فيرجن لوميون 8.3 فيما فوق. يعني لو لوميون 8 مش هيشتغل، لوميون 7 لوميون 6 كل ده مش هيشتغل. بداية من لوميون 8.3 فيما فوق هيشتغل معاك عادي. فاحنا هندوس عادي على لوميون لايف سينك فور ريفت داونلود لينك، وهنيجي هنا على الداونلود هندوس داونلود عادي خالص. طبعا هيبدأ يطلب منك الميل بتاعك عادي، حط الميل. لو انت مش عامل ميل للاوتو ديسك اعمله عادي، اعمل له ساين اب وابدأ ادخله وهيخش معاك عادي ويسجل، وبعد كده تقدر تنزل البلاجن. بس كده انت هتنزل البلاجن عادي خالص. كده المفروض البلاجن نزل. هنيجي هنا في الداونلودز هنلاقي البلاجن نزل معانا بالشكل ده. بمجرد ما هتفتحه هو هيبدأ يسطب لك البلاجن. بس لو انت فاتح الريفت لازم تقفله بعد كده تفتحه تاني عشان يبدأ يظهر لك البلاجن بتاع اللوميون بقى. فاحنا هنيجي هنا هنلاقي ان البلاجن بدأ ظهر لنا فوق تلقائي، بس بقى ظاهر في الاخر انت بقى استحركه جوه الريفت براحتك، هيبقى ظاهر بالشكل ده. احنا لو جينا فتحناه هنلاقيه بالشكل ده. طيب احنا عايزين نصدر هنعمل ايه؟ هنيجي عادي نخلص الفايل بتاعنا وندوس على اكسبورت. هو دلوقتي قدامنا حاجة من الاتنين، يا إما هنعمل لايف سينك يا إما هنعمل اكسبورت. فلو جهازك قوي وبيستحمل يبقى اعمل لايف سينك عادي بمجرد ما هتدوس عليها وانت فاتح اللوميون، يعني لازم تكون فاتح اللوميون والريفت. فأول ما هتدوس هنا هو يبدأ يظهر لك البروجكت بتاعك ده جوه اللوميون تلقائي. طيب انت جهازك مش هيستحمل وخلصت شغل كده كده كله على الريفت، مش محتاج انك تبقى فاتح الريفت واللوميون في نفس الوقت، فانت هتروح دايس على اكسبورت عادي وتفعل اكسبورت نودز وتلغي. هيبقى فاتح لك الكولكت تكستشرز هتقفلها لان هو هيبدا يبعت لك الماتيريالز على فولدر على الديسكتوب وانت مش هتحتاجها قوي. يعني انت كده كده بتتغير الماتيريالز جوه، ودي هنقولها بالتفصيل في محاضرة الماتيريالز. وهتعلي النورمال دي الهاي وتسيب دي زي ما هي بيز بوينت. بعد كده تدوس على اكسبورت، هتيجي على الديسكتوب او اي مكان انت عايز تحط فيه الفايل بتاعك وهتدوس سيف. هيبدأ يتسيب لك بصيغة الدي اي اي اللي هي الكولادا فايل. تمام، هو نزل معانا بالشكل ده زي ما احنا شفنا. لو جينا بقى فتحنا اللوميوم ودوسنا على امبورت هنلاقي الفايل نزل معانا. لو جينا على الديسكتوب هنلاقي الفايل ظهر معانا. طب بفرض ان هو مظهرش معايا، يبقى انت هتيجي هنا على السهم ده وتيجي على اول حاجة هيجيب لك اول حاجه دي اللي هي اي فايل 3 دي اللوميون بيقبله. هو ممكن يكون عندك متحدد على حاجه معينه مثلا، عشان كده هو مش شايف البلاجن بتاع، مش شايف قصدي الفايل اللي انت سيفته ككولادا فايل. فانت هتيجي عادي خالص وتدوس على 3 دي اوبجكت فايل اهو وتختاره وتدوس اوبن. طيب فتحت معانا القايمه دي. ايه بقى القايمه دي؟ القايمه دي اللي هو عايز يقول لك انت شوية حاجات كده عن البروجكت بتاعك، عايز ياخد منك شوية معلومات. طيب معلومات دي ايه؟ هو اول حاجة عايزك تسمي الفايل اللي عايز الموديل بتاعك يخش باسم ايه، عايز تسيبه في اني فولدر، ودي هتكلم عنها دلوقتي لما اعمل امبورت للبروجكت، وعايز تعمل امبورت للانيميشن ولا لا. لان ساعات مثلا وانت بتبني الموديل بتاعك على بعض السوفت ويرز بيبقى فيه زي انيميشن مثلا، حاطط مش عارف مثلا عربية مثلا بتنور، زرع، الحاجات دي كلها بتبقى في حاجات ليها انيميشن، فانت عايز تعمل لها انيميشن ولا لا. فمش هتفرق قوي سواء انت سبتها مفتوحة او مقفولة، بس انا بخليها مفتوحة عموما عشان لو في حاجة يعني ليها انيميشن انا اشتغلت عليها تخش لي بسهولة. طيب ايه بقى امبورت ايدجز او لاينز؟
دي بستخدمها في حالة إن أنا مثلا اشتغلت على السكتش أب وعملت موليونز على هيئة خطوط بس، واخدين بالكم من الكلام ده، على هيئة خطوط لاينز، ما عملتهاش كموديل، يعني مثلا ما عملتلهاش سيكنس، ما عملتهاش كبلان، عملتها كلاين بس. فلو انا عامل دي اوف او مدخل البروجكت بتاعي مش هيبان لي المولينز دي اصلا. طيب لو عملتها اون هتبان، بس في حاجة هنا بقى، ان خطوط البروجكت كلها معاك هتبان، ودي ما بنصحش بيها خالص. فدي في الافضل تخليها اوف. لو خلاص خلصت بقى البروجكت بتاعك على سكتش اب وحصل مشكلة انك نسيت تعمل المولينز او كده ومستعجل، ساعتها فعلها، بس يكون على علم ان الخطوط بتاعتك كلها هتبقى باينة في البروجكت. طيب فاحنا زي ما احنا قلنا كده، احنا بقى هنيجي نحدد الكاتيجوري فايلز. كاتيجوري فايل الفولدر دوت لازم تهتم بيه قوي. ليه؟ لان احنا لما نيجي مثلا نحط فرش حاجة زي كده، كل فرش مثلا انا حطيت عربيات، فابدأ اعمل نيو كاتيجوري باسم كارز، بحيث ان انا لما ادخل، كل ما ادخل فايل عربية مثلا يبقى اروح حاطه في الكارز عندي. مثلا انا شغال على بروجكت، سواء بقى في ريفيت سواء في السكتش اب، فاعمل مثلا فولدر اسميه باسم بروجكتس، بحيث ان انا اي بروجكت اعمله يعني انا انظم القوائم بتاعتي. طيب بفرض ان انا نسيت اعمل قائمه مثلا وسبته كده في المين اللي هو الديفولت بتاعي، ورحت دايس علامه الصح وفتح معايا وظهر لي بقى في المين، وانا عايز مثلا ادخله في فولدر انا كنت عامله، او فولدر هعمله باسم مثلا اللي هو البروجكتس، ساعتها هعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي بس لما يفتح اللومين معايا. تمام، هو كده فتح. هو بس انت بمجرد ما هتدوس او ما هتدوس ليفت كليك هيبدأ يحطه لك في المكان اللي انت عايزه. هو كده كده اللوميون اصلا بيسناب على الارض بتاعتك، يعني انت مش لازم، يعني انت يعني هو عشان حاسس ان في ارض هنا، فاول ما تيجي عندها هو على طول تلقائي هيفرش لك البروجكت عليه. فتروح دايس على طول على الليفت كليك، دوسة واحدة يبدأ يحط لك نسخة من البروجكت اللي انت دخلته. بعد كده عايز تحط واحد تاني عادي، ممكن تيجي تحطه في مكان تاني. طب انت خلاص حطيت واحد مش عايز تحط تاني، هتروح دايس على زرار اسكيب من الكيبورد بس. كده تمام، كده البروجكت بتاعنا اتحط اهو زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، والماتيريالز داخلة معاه وكل حاجة. طيب انا زي ما قلت لك كده، انا عندي دلوقتي اول ما دخلت البروجكت، لو انت خدت بالك ايه بقى القايمة دي؟ القايمة دي هي قائمة الـ imported models اللي احنا اتكلمنا عنها. يعني احنا دلوقتي أول ما دوسنا import دخلنا الموديل وحطينا كل حاجة. طيب احنا بقى عايزين الـ imported models اللي احنا بندخلينها، فهنيجي على الـ imported models دي وهندوس دبل كليك عليها عادي، هتفتح معانا بالشكل ده. انت لو مقسم الكاتيجوريز بتاعتك مع كل فايل بتدخله، يعني مثلا عامل فولدر مسميه مثلا كارز، فبتدخل عربيات بتدخلها في الكارز، عامل فولدر مسميه مثلا بيدز، بيلدينج لايت، كذا حاجة، عامل كذا فولدر، هيظهر لك فوق بالمنظر ده. طيب انت ما حطيتش في كاتيجوري معين، هو كده كده في الديفلت هيحطه لك في المين. طيب انا دلوقتي بفرض ان انا عايز اغير اللوكيشن بتاعه من المين، احطه في مكان تاني مثلا زي البروجكتس. يعني مثلا هنا لو جيت قلبت الاقي عندي البروجكتس اهي، فانا حاطط فيها كل المشاريع اللي بشتغل عليها. طيب انا بقى عايز انقل الفايل اللي انا شغال، اللي انا دخلته ده بالغلط، عايز انقله هنا، او عايز انقل فايل تاني مثلا من البيلدينج للكارز، او اعمل فولدر جديد واحط فيه شوية حاجات جديدة. طيب هعمل ايه بقى؟ بص، هنطلع بره خالص اللوميون، هنيجي نخش على الدوكيومنتس عادي اهي. لا ثانية، الدوكيومنتس بعد كده هنيجي على نسخة اللوميون اللي احنا شغالين عليها. احنا شغالين على لوميون 10، هندور على لوميون 10 اهو، لوميون 10 اهو، هنفتحه عادي خالص. بعد كده هنيجي على اللايبراري، هنفتحها، هنلاقي دي بقى اللايبراري اللي هي يعتبر الامبورتد مودلز بتاعتي. يعني الفايل ده هو ده الامبورتد مودلز بتاعتي. طيب انا بقى مثلا حطيت البروجكت زي ما بقول لكم في مكان وعايز انقله في مكان تاني، فاجي على اقف على البروجكت بتاعي اشوف مثلا هو اسمه ايه، اللي هو ده، فهو اسمه RAC Basic Sample Project. حلو الكلام، هروح داخل عادي خالص على الفايل دوت وادور على اسمه اهو، كل دي اكستنشنز بتاعة الفايل بتاعي، فهبدأ اعمل لها سيلكت كده كلها واخدها كنترول اكس او اخدها كات، واروح حاططها في الفولدر اللي انا عايزه. دي الفولدرات اللي انا يعتبر اسستها جوه اللومين. يعني لما اجي اعمل امبورت كده مثلا اعمل لده، واجي مثلا انا دي الفولدر زي ما بقول لكم عليها، لو مثلا عملت فولدر جديد فهيبدأ يظهر لي هنا هو برضه.
طيب انا عندي دلوقتي طريقه ان انا اعمل بيها كرييت فولدر، ان انا اعمل فولدر من هنا عادي خالص، او ان انا من دوكيومنت من الدوكيومنتس عادي زي ما احنا قلنا كده، ان انا اجي هنا واعمل نيو فولدر واسميه بالاسم اللي انا عايزه وهيظهر لي هنا برضه، هيظهر لي في اللون. طيب انا بقى خدت مثلا دول كنترول اكس، يعني خدت الار اي سي ديت كنترول اكس اللي هي كارت، ورحت حبيت ان انا احطه في البروجكتس زي ما انا قلت، اروح جاي فاتح البروجكتس عادي واروح دايس على بيست هينزلوا معايا. طيب لو دخلت لهم انا لهم اتغيروا؟ لا. طيب انا اعمل ايه بقى عشان اعرف ان هما اتغيروا؟ هقفل اللوميون عادي خالص، اخرج منه وافتحه تاني، الاقي اللوكيشن بتاعه بتغير من المين للمكان اللي انا حطيته فيه. برضك دي مفيدة لو انت مثلا في شوية حاجات انت عايز تمسحها، في شوية حاجات انت عايز ترتبها، فانت بتخش تلقائي بقى وتبدأ ترتب دنيتك هنا، وده الافضل. عشان عايز اقول لك معلومة، ان البروجكت او اي فايل انت بتدخله على اللوميون، لو قفلت اللوميون وفتحته هو مش هيتمسح تلقائي، يعني هو مش عشان انت مثلا دخلته في المرة دي في اللوميون ده، فهو هي لو فتحت فايل جديد لوميون قفلت اللوميون وفتحته تاني يبقى الحاجات دي كلها هتطير. لا بالعكس، دي داتا عندك بتتخزن، كل ما تفتح اللومين كل ما هتبقى موجوده. بل بالعكس، انا عايز اقول لك كمان ان انت لو دخلت فايل عليه او دخلت بروجكت وظبطت البروجكت وفضلت تغير في الماتيريالز والالوان وكل حاجه، البروجكت نفسه لو جيت بعد كده قفلت وجيت دخلت وعملت امبورت للبروجكت ده هتلاقيه بنفس الماتيريالز اللي انت ظبطتها. عشان كده لو تلاقي هو الحاجه بيبقى ليها كذا اكستنشن، لان الاكستنشنز دي هي بتبقى عباره عن الداتا اللي انت بتبدا تحطها جوه اللومين. فاحنا لو جينا فتحنا لوميون 10 تاني وجينا دخلنا هنلاقي الحاجة اتغيرت من المكان اللي احنا شلناها من المين وحطيناها، حطيناها زي ما بقول لكم كده في البروجكتس. فزي ما بقول لك، انت لو دخلت مثلا كرسي وظبطت الماتيريالز بتاعته ورتبته حطيته مثلا في مكان اللي هو عملت مثلا فولدر باسم تشيرز والحاجات دي كلها وحطيت فيه الكرسي بتاعك، وجيت بعد كده فتحت فولدر جديد مش عارف ايه وجيت دخلت الكرسي، هتلاقيه نازل معاك بنفس التعديلات اللي انت كنت عاملها. فانت من هنا في تعريف جديد بقى، ان انت تقدر بمعنى اصح تكريت اللايبراري بتاعتك على اللوميون، بغض النظر اللايبراري اللي موجوده جوه اللوميون، لا انت كمان تقدر تعمل مكتبه خاصه ليك جوه اللوميون بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي. تمام، هو اللومين فتح معانا كده بالشكل ده. هنيجي نخش على نيو، نخش على البلين عادي، اهو فتح معانا. لو جينا بقى مش هنعمل امبورت تاني، ما هو كده كده احنا عندنا احنا عملنا امبورت مرة واحدة فمش محتاجين نعمل تاني. طيب لو جينا بقى على الامبورتد مودلز زي ما احنا قلنا دبل كليك وجينا هنا اهوت في المين، خلاص اختفى الفايل اللي انا كنت شغال عليه ده، اختفى. راح فين بقى؟ راح في البروجكتس زي ما احنا كنا حاطينه. فلو جينا كده على البروجكتس وفتحناها هنلاقي الفايل نزل معانا بالمنظر ده. فزي ما بقول لك، انت تقدر ترتب الفايل بتاعك وتقدر تحط فيه كل حاجه وتظبط الدنيا بتاعتك. طيب انت بقى عايز تمسح مثلا فايل معين منهم، فانت تقدر تخش عادي على الفايل دوت وتمسح، تحدد الفايل مثلا بالاكستنشنز بتاعته، يعني مثلا الفينس دي تحددها بالاكستنشنز بتاعتها وتمسحها، تعمل لها عادي شيفت ديليت او ديليت وتقفل اللومين تفتحه تاني مش هتبقى موجوده زي ما قلنا. يا اما ان انت تيجي من هنا عادي، يعني مثلا المين هنا كده في عندي شويه حاجات انا مش عايزها عندي دي كده، فاجي اقف عليها الاقي عندي ايه علامه الباسكت ديت، اروح دايس عليها دبل كليك هيشيلها لي، هيشيلها لي من هنا ويشيلها لي من الفولدر من الدوكيومنتس هنا بس. طيب انا دلوقتي مثلا في بروجكت معين او في شويه فرش معين وضفت مكتبه كتيره وعايز اخلي الحاجات دي عندي في الفيفوريتس بحيث ان انا اقدر استخدمها كتير وان انا ما تضيعش مني، يعني بستخدمها كتير مثلا ومع كتر بقى الحاجات اللي انا بدخلها فما بقتش عارف الاماكن الحاجه فين، فهاجي عادي خالص على الحاجه اللي انا عايز مثلا اخليها في الفيفوريتس عندي واروح جاي واقف عليها، الاقي عندي علامه الستار هدوس عليها هتبدا تظهر لي هنا اهوت في الفيفوريتس. اجي نفتح الفيفوريتس الاقيها ظهرت معايا بالشكل ده.
طيب احنا كده عرفنا ازاي نقدر نعمل امبورت للبروجكت من الريفت، وعرفنا ازاي ننزل البلوجين جوه الريفت بحيث ان احنا نعمل منه اكسبورت على طول. طيب بفرض بقى ان انا مثلا زي ما بقول لكم كده جهازي قوي وعايز اعمل عايز اعمل لايف سينك، فهاجي هنا هدوس عادي كده على ستارت لايف سينك، هو كده المفروض فتح معايا اكتيف. لو جيت دخلت على اللوميون المفروض هيظهر معايا بالمنظر ده، بس مش انا بقى المتحكم ان انا احطه، لا هو اللي بيحطه لي، وانا بقى لو عايز احركه ببدأ احركه. يعني احنا لسه هنعرف ازاي نقدر نحرك الاوبجكتس اللي احنا بندخلها زي ما احنا قلنا. طيب بالنسبة بقى للسكتش اب، بالنسبة للسكتش اب فانت عادي خالص، انت لو فتحت السكتش اب انت مش هيبقى عندك البلاجن بتاع اللوميون. طيب انا بنزله منين؟ انا اقدر انزله بطريقتين، بقصدي بطريقه يعني بطريقتين، يا اما بخش عادي على ال 3 دي وير هاوس من جوه السكتش اب نفسه، الاكستنشن سوري بتاعت السكتش اب نفسه، اكستنشن وير هاوس جوه السكتش اب وابحث عن اللوميون، يا اما بروح داخل على متصفح عندي وابحث عن اللوميون بلجن فور سكتش اب. بس انت يفضل ان انت بتبحث عنه كده كده من جوه السكتش اب، فهنيجي كده نكتب لوميون على ايه ظهر معايا بالشكل ده، بمجرد ما هعمل له انستول هيبدأ يظهر معايا في السكتش اب. طيب لو ما ظهرش هقفل السكتش اب وافتحه تاني زي ما احنا بنعمل في الريفت كده، ممكن يكون عادي مهنج فهيظهر معايا بالمنظر ده. طيب هنا ليه ما فيش اكسبورت؟ لان زي ما قلت لك هو اللوميوم كده كده تلقائي بيقبل الفايل بتاع سكتش اب، فانا مش محتاج ان انا اعمل له اعمل اكسبورت من بلجن اللوميوم. وغير كده كمان انت لو عملت في سكتش اب مثلا اي موديل، يعني احنا مثلا لو جينا كده عملنا اي موديل في سكتش اب كده وجينا على الفايل عملنا اكسبورت 3D موديل، جينا هنا اهوت هنقدر نحدد الفايل عادي كولادا فايل اللي هو الاكستنشن اللي هو بيطلع بيه اللوميون في الريفت، واقدر اعمله 3D فايل عادي برضو الريفت اللوميون بيقبله، واقدر اطلعه اف بي اكس برضك اللوميون بيقبله. فين الاف بي اكس؟ اف بي اكس اهي برضك اللوميون بيقبله. طيب فانا زي ما بقول لكم كده انا اقدر ان انا اسيف عادي البروجكت بتاعي دوت كفايل سكتش اب وادخله عادي خالص. يعني احنا كده لو جينا عملنا كنترول سيف للفايل ده على الديسك توب وعملنا سيف فهيتسيف معايا عادي. اجي افتح اللوميون بعد كده اجي اعمل امبورت اهو الاقيه ظهر معايا بالمنظر ده. طيب انا دلوقتي في حاجه عايز اقولها، انا لما اجي افتح فايل سكتش اب ممكن يفتح ممكن ما يفتحش. طيب ايه بقى المشكله دي؟ دي عشان مثلا انت بتبقى شغال على فيرجن فلوميون، يعني الفيرجن دوت اقل من الفيرجن بتاع السكتش اب ده ساعه لما نزل، او اقدم من سكتش اب فممكن ما يقبلوش. طيب وممكن يقبله زي كده. طيب بفرض ان هو ما يقبلوش هتعمل ايه بقى؟ هتروح داخل عادي على سكتش اب وانت بتسيف الفايل بتاعك، يعني وانت مثلا بتعمل له سيف از هتبدأ تغير بس ال تغير الفايل بتاعك بتاع السكتش اب وتسيفه على هيئة سكتش اب 2013 مثلا، وعادي بيخش معاك في اللوميون ده لو الناس مثلا اشتغلت على لوميون 8 8 ونص كده يعني. طيب احنا دلوقتي زي ما احنا قلنا احنا لو جينا عملنا امبورت وجينا اخترنا فايل سكتش اب هندوس اوبن زي ما قلت لكم يبدأ يظهر لي القايمه دي، ابدا احدد المكان اللي انا عايزه. حلو الكلام. بعد كده ابدا احدد الاسم، اسمي الاسم بتاعي وادوس على علامه الصح. اول ما اعمل كده هيبدا الفايل ينزل لي نوت عادي خالص في اللوميون وابدا اتحكم فيه براحتي. طيب بالنسبه بقى لبعض التريكس اللي ممكن تساعد، انا لما اعمل مثلا فاير ريفت، حلو الكلام، اجي مثلا اشتغل على فاير ريفت بيبقى الفرش في الريفت تعبان قوي. طيب ايه الحل بقى ساعتها للمشكله دي؟ المشكله دي ساعتها ليها حل، ان انت بتدخل بتخلص الفايل بتاعك او البروجكت بتاعك كفايل ريفت عادي خالص وبتبدا تعمل له امبورت هنا عادي برضو خالص، وبعد كده بتروح داخل منزل الفرش بتاعك كملفات سكتش اب. فانت بتخش مثلا على ال 3 دي وير هاوس جوه سكتش اب او بتخش على ال 3 دي وير هاوس من بره هنا كده، يعني تكتب كده 3D لو انت مش عايز تفتح السكتش اب
وير هاوس وتخش وتنزل الحاجة اللي انت عايزها. مثلا على سبيل المثال تعالى كده جرب معاكو سوفا، فانا مثلا عايز انزل السوفا ديت، فاروح دايس او دي مثلا، اروح دايس على داونلود سكتش اب موديل مثلا، اخليه اقل حاجة عشان ما يعملش معايا كلاش مثلا او ما يرضاش يخش لو حصل مشكلة، فيبقى برضو نزل بأقل فيجن فهيخش عادي بكل حاجته يعني على الديسكتوب، ودوس سيف. اه احنا قبل ما نسي اه تمام ندوس سيف. بعد كده هرجع تاني للسكتش اب بتاعي، قصدي لللوميوم بتاعي، وادوس امبورت وابدا اختار الفايل اللي انا نزلته وادوس عليه اوبن. طيب انا مثلا عامل كاتيجوري باسم سوفا، اروح مختارها واروح دايس علامة اوكي او اللي هي الصح، هلاقيه دخل معايا بالشكل ده. طيب انا عشان ممكن لما اجي ادخل الموديل بتاعي الاقي حصل حاجه زي كده اللي هو بينزل لي بالمنظر ده، ساعتها بقى هعمل ايه؟ اروح داخل على السكتش اب عادي وماسح الحاجات، يعني ماسح مثلا الصوره ديت وماسح الكنب اللي انا مش عايزه مثلا، واخلي الكنب اللي انا عايزه بس، واروح مسيف الفايل ده على هيئه سكتش اب وابدا ادخله تاني جوه، وهكذا بقى ابدا افرش الفرش بتاعي كله سكتش اب مثلا. طيب ايه تاني؟ احنا بقى في ميزة بقى عن كمان الفرش اللي احنا بندخله، بس لسه دي هقولها قدام في الماتيريالز، بس هوضحها كمعلومة دلوقتي، ان انا الفرش اللي اقدر ادخله من بره بقدر اتحكم في الماتيريال بتاعته كأنه موديل عادي خالص، على عكس الفرش اللي جوه. يعني مثلا لو جيت دخلت صوفة او هنا ممكن اتحكم في اللون بتاعها بس، لكن ما اقدرش اتحكم في الماتيريال بتاعتها، ما اقدرش اتحكم مثلا ان الرجول بتاعتها تبقى خشب ودي مثلا تبقى مش عارف جلد، وان دي مثلا تبقى لونها مثلا بني ودي لونها مثلا اسود، ما اقدرش اتحكم في كده في الاوبجكتس اللي جوه اللوميون نفسها. لكن اي اوبجكت هدخله من بره اللوميون هقدر اتحكم فيه، وزي ما قلت لكم كل ما بغير في الاوبجكت بتاعي كل ما بخرج من اللوميون واقفله وبرجع افتحه تاني الاقي الاوبجكت عندي عادي خالص، ما بيتمسحش، بيتسيف عندي في الداتا. ولو انا بقى عايز امسحه بمسحه بالطريقتين اللي قلت لكم عليهم، يا اما من جوه اللوميون بالطريقه اللي انا قلت عليها دبل كليك، يا اما من جوه فايل الدوكيومنتس عادي جوه اللايبراري بتاعت اللوميون. طيب بفرض دلوقتي ان انا عايز امسح ده وجيت ادوس كده عايز امسحه، مش لقيته مش عايز يتمسح، اقرا كده المسج اللي ظهر لك فوق بيقول لك موديل از كرنتلي يوزد ان ذا بروجكت، يعني هو مش عايز يمسحه. ليه؟ لان هو اصلا عندك في المشروع، فعشان تمسحه دي بقى معلومه لازم تعرفها، عشان تمسح اي حاجه من الامبورتد مودلز بتاعتك لازم الاول تكون مساحه من المشروع اللي شغال عليه. طيب احنا دلوقتي لو جينا دوسنا هنا دبل كليك مش هيتمسح معايا، طب عشان امسحه لازم اعمل ايه؟ اروح جاي هنا كده زي ما قلت لكم ان انا همسح ده، طبعا لسه هنقول ازاي نقدر نتحكم في الحاجات دي كلها، بس عشان اقدر امسحه لازم امسح ده، وبعد كده ارجع تاني على الامبورتد مودلز واجي عليه دبل كليك الاقيها اتفعلت معايا، هي بقت اسودت، ادوس على دبل كليك يتمسح معايا عادي خالص. بس دي كده بالنسبة للإمبورت. دلوقتي في حاجة معينة في الإمبورت برضو لسه هقولها، بس هتفهموها هفهمها لكم لما نبدأ نخش في القايمة ديت، عشان يعني هوضح كام حاجة الأول فيها عشان تفهموا لما أجي أعملها أنا بعمل إيه. فأنا دلوقتي هستوب ريكورد، ولو حد عنده سؤال بخصوص الإمبورتد أو الإمبورت عموما يتفضل. طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي نقدر نعمل امبورت من الريفت جوه اللوميون ومن السكتش اب جوه اللوميون بطريقتين، بالطريقه العاديه وبطريقه اللايف سينج. طيب في حاجه عايز اوضحها، نقطه عايز اوضحها بخصوص الامبورت برضو، ايه الفرق بين ان انا مثلا اعمل امبورت كولادا فايل يعني اسيفه بره مثلا وادخله، والفرق ان انا اعمله كلايف سينك على طول. يعني طب ما ماشي، انا عرفت ان في فرق، ان لو انا جهازي قوي ابدا اعمل لايف سينك ده على طول بحيث ان هو يظهر لي جوه اللومين على طول من غير ما ابدا اسيف وادخل جوه اللومين والكلام ده. طيب طيب ايه بقى الفرق التاني او اللي هو يعتبر الاساسي، ان انا عندي لما باجي اعمل لايف سينك، لما اجي ادوس على زرار اللايف سينك
وبيظهر لي جوه. لو انا عدلت عليه هنا هو بيتعدل تلقائي جوه اللوميون، لكن لو انا سيفت الفايل بتاعي على الديسكتوب بعد كده دخلته على اللوميون وعدلت عليه في السكتشوب، لازم ارجع اسيفه تاني او احطه على الديسكتوب وبعد كده ارجع اعمل له ريمبورت تاني جوه اللوميون. طيب تعالوا كده نشوف الطريقتين. يعني احنا دلوقتي لو جينا عملنا مثلا موديل زي ده على السكتشوب، حلو، وبعد كده رحنا دايسين على اللايف سينك. يعني احنا كده جينا في اللوميون فتحنا عادي الفايل اللي احنا كنا شغالين عليه، لا ثواني، فتحنا عادي البلين دوت، تمام. بعد كده جينا على السكتش اب، دوسنا على ستارت لايف سينك. اول ما ادوس عليها هو الاول لازم يقولك انت لازم تسايف الفايل ده عشان برضه لو حصل كراش في السكتش اب او كده يبقى موجود معاك، فانت لازم تسايف الفايل بتاعك كده كده. فاحنا نسيفه عادي خالص على الديسك توب او اي مكان، وبعد كده هندوس على اللايف سينك هنلاقيه ظهر معانا بالشكل ده. طيب لو انا بقى جيت غيرت في السكتش اب، يعني جيت مثلا كده رحت راسم ريكتانجل تاني ورحت مثلا مديله بوش لجوه، ومثلا رحت مديله لون ايا يكن اللون، مثلا نقول مثلا ايه اي حاجة، تعالوا اللون الاحمر ده مثلا اهو، وجينا رحنا عاملين ستوب لايف سينك ودوسنا على ستارت لايف سينك تاني هنلاقيه اتغير معانا جوه اللوميون. فلو جينا فتحنا كده اللوميون اهو ظهر معانا من غير بقى ما نقعد كل شوية نسايف الفايل والكلام ده كله، وهكذا نفس الكلام في الريفت. طيب بالنسبة بقى لو انا نمسح ده كده ونيجي في الامبورتد مودلز مين، طيب تمام. بالنسبة بقى لو انا بقى جيت عندي في السكتش اب ورحت مسايف الفايل دوت، تمام، انا كده كده سيفته بره، رحت مسايفه بره وجيت رحت عامل امبورت للفايل دوت ورحت دايس على اوبن، معنى ان هو جيب لك العلامة دي اعرف ان الموديل ده عندك اصلا في الـ عندك جوه اللوميون، يعني الاسم ده عندك جوه اللومين، فانت ساعتها ممكن تروح مغير الاسم عادي لو انت مش عارف مكانه فين يعني جوه اللومين، وتدوس على اوكي. هنا بقى ظهر لي مشكله زي ما قلت لكم ان احنا لما جينا سيفنا كفايل سكتش اب ساعات ممكن يحصل مشكله، فساعتها بضطر اعمل ايه، اروح مسيفه بصيغه اقل اللي هو خليه مثلا 2013. فلو جيت على سيف از وخليته 2013 على الديسكتوب ودوست سيف بنفس انا اجي هنا ده سيف بنفس الاسم عادي هيعمل لي ريبليس، تمام. هاجي بقى على اللوميون وادوس امبورت هنا غير الاسم دوس اوكي هينزل معانا بالشكل ده. طيب بفرض بقى ان انا جيت دخلت غيرت، يعني انا دلوقتي جيت دخلت غيرت جوه اللوميون جوه السكتش اب، جيت كده رجعت عن كل حاجة أنا عملتها وبقى الموديل كده عادي، وأنا دلوقتي عايز أخلي ده يحصل في اللوميون، فهل هدوس على اللايف سينك؟ لا، لو دوست على اللايف سينك هيبدأ يحط لك موديل جديد جوه اللوميون، فأنت ساعتها هتضطر تعمل إيه بقى؟ تضطر إن أنت تروح جاي عامل فايل سيف سيف أز، وتيجي هنا وتروح محدد برضو 2013 وتروح دايس على سيف بنفس الاسم اللي أنت عملته وتروح دايس سيف، بيقول لك do you want to replace it، هتقول له yes. طيب انت بعد ما عملت له replace انت بقى عايزه يتغير هنا هتعمل ايه؟ هتروح جاي عادي على علامة السيلكت وتختار الموديل بتاعك وهتيجي عندك على العلامة ديت اللي هي re-import model، هيروح جايب لك الموديل تاني بعد التعديل اللي انت عملته. فلو انت جهازك من الاول يستحمل او يعني قوي، جرب في الاول انك تستخدم اللايف سينك، بس لازم تكون فاتح البرنامجين بحيث ان انت لو ظبطت تعديل جوه البرنامج الموديلنج اللي انت شغال عليه يروح ظاهر لك هنا على طول في اللوميو. طيب احنا بقى دلوقتي هنخش على
هنخش على بقى القائمتين اللي انا قلت لكم عليهم دول. فاحنا هنيجي كده نفتح فايل، نفتح اكزامبل كده نشرح عليه. وزي ما قلت لك بقى، انت كده تقدر تعمل امبورت للموديل بتاعك لو سكتش اب او ريفت، وتقدر بقى تستخدم التكنيك اللي انا بقول لك عليه لو انت شغال مثلا كموديل ريفت وحابب تفرش فرش يكون الى حد ما رياليستيك شويه، فتروح عامل الموديل بتاعك عادي ريفت، ولو انت مثلا هتعمل انتيرير او هتعمل فرش فيه كيرفز كتير ساعتها تروح منزل الفرش ده سكتش اب. طيب ايه المواقع اللي ممكن تنزل منها؟ هما موقعين انا بتعامل معاهم، 3D Warehouse وموقع تاني اسمه بيم اوبجكتس. هبسيب لكم اللينكين بتوع الموقعين دول في الديسكريبشن بتاع الفيديو على اليوتيوب تشانل ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي فتحنا اكزامبل، عايزين بقى نعرف القايمة دي عبارة عن ايه كده سريعا، وبعد كده نرجع نشتغل على القايمة دي ونرجع بعد كده ناخد الادفانسد هنا. فبالراحة كده، احنا في القايمة دي اتكلمنا عن الامبورت، ازاي اعمل امبورت نيو موديل، واتكلمنا عن المودلز اللي انا بعمل لها امبورت بتظهر عندي في الامبورتد مودلز. طيب بالنسبه بقى لبقيه القوائم دي بقى عباره عن ايه؟ دي بقى الفرش اللي هو يعتبر جوه الريفت. لو احنا جينا هنا على النيتشر مثلا، ده الزرع، لو انت مثلا عايز تضيف شجره، عايز تضيف مثلا ورد، عايز تضيف زرع، كل ده بتقدر ان انت بتيجي على النيتشر عادي وتروح فاتحه وتختار الحاجة اللي انت عايز تضيفها وتحطها وتدوس عليها يعني تختارها كده وتدوس عليها دبل كليك عادي خالص. طيب بالنسبة بقى للفاين ديتيل نيتشر، دي عبارة عن ايه او ايه الفرق ما بينها وبين النيتشر؟ ان دي بتحطها لو انت مثلا هتصور حاجة، يعني انت عايز تصور مثلا، عايز تاخد الشوت بتاعتك وانت قريب من شجر مثلا او قريب من حاجة من شجر معين، فدي بتبقى موضحة لك تفاصيل الورق نفسه، يعني بتوضح لك تفاصيل كبيرة قوي في الموديل اللي انت بتحطه او الاوبجكت اللي انت بتحطه. فانت دي بتحطها لو انت مثلا هتاخد الشوت قريبة من الزرع او حاجة زي كده، بتبقى رياليستيك اكتر من النيتشر. طيب هل ده معناه ان انا افرش كل الزرع بتاعي ده مثلا زي ده كده افرشه فانت النيتشر؟ لا، لان ده بيستهلك جامد وبيبقى تقيل، يعني بيتقل معاك الفايل وبيتقل معاك الحركه وانت شغال. فده بتستخدمه زي ما بقول لك لو انت بتيجي مثلا عايز تاخد شوت وانت قريب من زرع او حاجه زي كده. طيب بالنسبه بقى للبيبول، زي ما قلنا انت تقدر تحط البيبول عادي خالص. في عندك البيبول دول، في عندك البيبول اللي هما بيتحركوا، والفرق ما بين اللي هو الساكن دوت او الثابت واللي بيتحرك، ان انت لما بتيجي مثلا تعمل فيديو انيميشن فاللي بيتحرك ده لما بتعمل له شريط مسار الحركه بيبدأ يتحرك عادي خالص عليه، لكن الثابت ده بتوقفه لو انت مثلا عايزه يقف مثلا واقف كده بيتحرك في مكانه ما بيعملش حاجه كده. في عندك البيبول عادي، عندك المين 3D وعندك وومن 3D، وفي عندك بيبول 2D، يعني تحطهم كده تروح حاططهم هنا عادي كده، وكل ما تتحرك بيبدأوا يتحركوا معاك زي كده الشخص اللي بيظهر لنا في سكتش اب اول ما بنفتح البرنامج يعني. طيب بالنسبه بقى للاندور، الاندور دي اي حاجه جوه، اي حاجه هتفرشها انتيرير، سواء بقى مثلا كراسي، سواء ترابيزات، سواء الكترونيكس. عندك مثلا لو هتفرش مطبخ ليه يعني كاتالوج لوحده وهكذا. عندك بعد كده الاوت دور، اي حاجه هتفرشها بره مثلا زي كراسي، زي مثلا حاجات كده اللي هي الاشارات المرور والحاجات دي كلها. بعد كده في عندك الترانسبورت اللي هي بقى العربيات، مثلا لو هتحط قطر، هتحط مثلا سبورتس كار، هتحط حاجة مثلا اللي هي البالون اللي بيبقى طاير في الهواء دوت، مراكب كده، أي وسيلة نقل بتبقى هي الترانسبورت. بعد كده في عندك اللايتس، ودي بقى هتتشرح بالتفصيل في محاضرة اللايتس، اللي هو ببدأ بقى احط الاضاءات بتاعتي لما مثلا بيبقى حاطط مثلا سبوتات عندي، حاطط مش عارف لمبة، فانا مثلا عايز احط بقى الاضاءة بتبقى عاملة ازاي، لان انا ما بحطها اي نعم هي بتنور بس ما بت يعني ما بتديش الاشعاع على بقية الحاجة اللي حواليها، لا هي بتنور في مكانها بس تشوفها تحسها هي منورة.
فقائمة اللايتس دي هتتشرح بالتفصيل. بعد كده في عندي بقى الأومني لايت، وبعد كده عندي الاريا لايت زي ما قلنا كده، كل ده هنقول إن شاء الله في محاضرة اللايتس. بعد كده في عندي بقى الإفكتس، دي بقى تبقى شوية إفكتات كده، مثلا لو أنت هتحط نافورة، هتحط مثلا نار، أنت مثلا عامل جوه اللي هي المدخنة، هتحط مثلا دخان لو مثلا عامل باربيكيو او حاجه زي كده، هتحط فوق مثلا لو في عندك عاصفه مثلا ثلجيه، عاصفه رمليه كده، هتحط بقى اوراق شجر مثلا اللي بتبقى موجوده في الارض زي دي كده، يعني اوراق الشجر اللي انت شايفها في الارض دي بتبقى جايه من الافكتس ديت من الليفز. بعد كده نخش بقى على الساوند عادي خالص، الساوند ديت اللي هي الاصوات بتبقى عندك لو هو مقسمهم لك كتالوجز فوق، اللي هو عندك مثلا اللوكيشنز اي حاجه ليها علاقه مثلا بالبيت او كده. بعد كده في عندك النيتشر اي حاجه ليها علاقه بالطبيعه اللي هي بتبقى بره، بتبقى بره زي الاوت دور كده عندنا هنا هو. بعد كده في عندك الاشياء مثلا زي الكراسي، زي الحاجات اللي هي بتبقى الجماد يعني. بعد كده في عندك حركة الأشخاص مثلا وأصواتهم لو في مثلا ازدحام أو كده، ده بالنسبة للساوندز. وزي ما قلت لكم احنا لما بمجرد ما بنحط الساوند هنا نقدر إن احنا نخش هنا على الإعدادات ونعمل ميوت ساوند، فاحنا شغالين لو جينا مثلا حطينا ساوند كده المفروض إن احنا ما نسمعش صوته، بس احنا عارفين الساوند ده ايه عشان مثلا مش كل شوية يعني يوجع دماغنا والكلام ده كله. فاحنا لو عايزين بقى نسمعه بنخش على الإعدادات عادي خالص ونرغي ده ونرجع تاني نسمع الصوت. طيب لو احنا بعدنا الصوت هيبدأ يقل، طيب لو احنا قربنا الصوت هيبدأ يزيد. طيب احنا هنمسح ده كده. بعد كده بقى في عندنا اليوتيليتيز ديت فيها حاجات مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي الكليب لين والريفليكشن كنترول. طيب ايه الكليب لين ده؟ ده لو انت مثلا عملت البروجكت بتاعك وحبيت تاخد بقى ايه تعمل تاخد البلانات بتاعتك من غير ما تخش تفضل بقى تفرش الفرش بتاعك على الفوتوشوب، يعني تاخد البلان من على الفوتوشوب، تاخد البلان مثلا ترسمه كاد وتروح مدخله فوتوشوب وتبدأ تفرشه وتعمل له اظهار والكلام ده كله، لا انت ممكن تخلص الموديل بتاعك 3 دي كله عادي خالص وتيجي تحطه هنا وتروح دايس على كليب بلين وتبدأ تحدد البلين بتاعك، يعني تبدأ تدوس عليه كده وتبدأ تحدده بقى وتبدأ تتحرك بيه زي ما انت عايز، تحدد مثلا ارتفاعه، تحدد ارتفاع، تحدد مثلا انت عايز الدور الأرضي، عايز مثلا الدور الأول كده. طبعا انت هنشرح ازاي نقدر نتحكم بالحركة دي بسهولة، بس انا مثلا عايز اتحرك بالراحة فانا اقدر اعمل كده بحيث ان انا اتحرك بالراحة من غير ما اتحرك بسرعة كده. فانا مثلا كده خدت ايه، خدت البلين بتاعي، لو جيت بقى بصيت عليه من فوق وجيت خدت الشوت بتاعتي اقدر اخد البلين عادي خالص بان انا بظبط كام حاجه. مشكله اللوميون 10 ان هو ما فيهوش الاورثوجرافيك على عكس اللوميون 11 في الاورثوجرافيك، فانا اقدر اخد البلين بالظبط. لكن طب ده معناه ان انا مش هقدر اعملها في لوميون 10؟ لا بقدر، بس بتبقى في لوميون 11 ليها يعني ليها تول مخصوص. طيب بالنسبه بقى بقيه اليوتيلتيز احنا زي ما قلنا اهم حاجه الكليب بلين والريفليكشن كنترول. الريفليكشن كنترول دي لو انت مثلا عامل جوه حاجات مثلا ليها بتنعكس مثلا زي مرايه، زي الارض مثلا ساعات بتبقى الارض خشب مش عارف ايه الحاجات دي كلها، فانت بتبقى عايز الحاجه دي بتنعكس على بعضها. طيب بتخليها تنعكس على بعضها ازاي وبتدي زي ما بتقول كده ادفانسد للريفليكشن بتاعك ازاي؟ بان انت بتحط ريفليكشن كنترول. بعد كده في عندك بقى الجريد لو انت عايز تحطها وتظبط مثلا عليها شوية حاجات، تبدأ تقيس عليها مثلا، تبدأ تظبط عليها سكيل لبعض الحاجات. بعد كده في عندك الكات، الكات دي اللي هي انت ممكن تقطع جزء من ال من ال من اللاندسكيب عندك عادي خالص كده، احنا قطعنا جزء فلو جينا نزلنا اهو، لو جينا نزلنا كده هنلاقي الجزء عندنا مقطوع. بعد كده نيجي نخش على ال ايه تاني. بعد كده في عندنا بقى الميجر لو انت مثلا عايز تقيس حاجة، انت مثلا عايز تقيس مثلا عرض الفتحة دي قد ايه، فبتيجي هنا كده بس مبتبقاش اكيوريت قوي، وبتيجي هنا كده وتقيسها. انت مثلا عايز تقيس زاوية فبتبدأ تطلع فوق وتقيس الزاوية بتاعتك، برضو بيقيس لك الزوايا. بعد ما بتخلص تقدر تتحكم فيها برضو. بعد كده في عندك تكست لو انت مثلا عايز تضيف تكست، بحيث ان انت ممكن تضيف مثلا التكست هنا وتبدأ تغير في اسمه بحيث ان انت
وانت بتلف يلف معاك، اول ما تبعد يبدا يختفي، اول ما تقرب منه مثلا يبدا يظهر. فتقول له مثلا، تبدا بقى تقول له دي ويندو، دي مش عارف مثلا، دي مش عارف الجاردن، دي مثلا سويمينج بول، وهكذا. تبدا بقى ايه، ده بيبقى جامد معاك اكتر في الانيميشن. لما تبدا تعمل انيميشن فبيبقى كويس معاك، يعني كشرح تفصيلي ان انت توضح للدكتور مثلا، او لو انت مثلا تشتغل للعميل، الحاجة دي عبارة عن ايه يعني. طيب قول دي بقى، هوضحها دلوقتي لما اجي اشرح دي. طيب احنا كده شرحنا الاوبجكتس، شرحنا الامبورت والامبورتد مودلز، ومعناها ايه، ايه الاندور وايه الاوت دور والنيتشر دي. ستوب ريكورد، ثانية واحدة. فاحنا زي ما قلنا كده، عرفنا القائمة دي عبارة عن ايه، قائمة الاوبجكتس ديت عبارة عن ايه، ان انا من خلالها بقدر ادخل اي حاجة من بره اللوميون، او ان انا افرش جوه اللوميون، سواء بقى اندور سواء اوت دور، سواء عايز احط مثلا زرع، عايز احط اشخاص، عايز احط اضاءات، عايز بقى اظبط الافكتات بتاعتي، سواء الساوند مثلا، عايز احط اصوات، عايز احط بقى اليوتيليتيز ديت اللي هي الكليب بلين مثلا، او ريفليكشن كنترول. طيب احنا بقى عايزين نعرف ايه بقى القائمة دي. زي ما احنا قلنا كده، دي القائمة الرئيسية بتاعتنا، ودي القائمة الفرعية، دي اللي بتخليني اقدر اتحكم في اي حاجة انا هستخدمها من هنا. بمعنى انا مثلا لو جيت هنا في الاندور، تمام، انا لو جيت هنا كده مثلا في ال، اتأكد بس الريكورد شغال، تمام. انا لو جيت هنا مثلا في الاندور ورحت حاطط الكرسي ده، تمام، انا جبت الكرسي ده ازاي؟ ان انا دوست هنا دبل كليك عادي خالص على الاندور، زي ما بدوس كده على امبورتد مودلز، سواء ده او ده او ده او اي حاجه منهم، بدوس عليها دبل كليك، وبعد كده باجي مثلا اختار الحاجه اللي انا عايزها. انا مثلا جيت في الاندور ورحت مختار كده الكرسي بتاعي اهو، اختار الكرسي ده واحطه، تمام، اجي يعني اختاره عادي خالص وابدا احطه كده، وادوس عليه دبل، ادوس عليه كليك واحده بس، ليفت كليك، يتحط معايا. وبعد كده بيبقى موجود منه نسخه تاني لو انا عايز احط تاني يعني، او مثلا كده لو انا عايز احط تاني. طيب ايه بقى الاوامر اللي انا اقدر اتحكم فيها من هنا؟ لو جينا كده بصينا، عندي اول حاجه البليس. طيب ايه بقى البليس دي؟ البليس دي لو انت هتحط اي حاجه، يعني انت لسه هتحط حاجه عندك جوه اللوميون، فانت ساعتها بتروح دايس على بليس وتبدا تختار عشان تختار الحاجه بتاعتك. طيب دي لازم كل لما اجي احط حاجه ادوس عليها؟ لا، انت مجرد ما تدوس، يعني انت مثلا عامل سيلكت وجيت دوست دبل كليك على الاوت دور مثلا، هو هيحولك تلقائي على البليس. طيب ايه بقى الحاجات اللي بتظهر تحت البليس دي؟ الحاجات اللي بتظهر تحت البليس دي لو انت هتحط حاجه واحده بس، يعني انت مثلا هتحط الكرسي واحد بس. طيب ايه بقى الماس بليسمنت ديت؟ دي بقى عباره عن ايه؟ دي لو انت هتحط مثلا شريط من الكراسي مثلا، فانت بتروح محدد كده الكرسي بتاعك، تحدد كده الشريط بتاعك، بتدوس كليك واحده وتبدا تحدد الشريط بتاعك عادي خالص وتدوس عليه، فهو يبدا يحط لك الكراسي. طيب وانت بقى بتبدا تتحكم، مثلا عايز النمبر بتاعهم يكون كتير، عايز النمبر يكون قليل، عايز مثلا الراندوم دايركشن يكون الدايركشن بتاعهم عشوائي، راندوم سبيسنج، راندوم اوفست مثلا بعيد عن بعض كده. وبعد كده بتدوس صح، بيبدأ يتحط معاك. انت مثلا عايز تضيف كذا نوع تاني، فبتروح دايس على بلس وتبدأ تضيف، يعني تيجي تقف كده مثلا على النوع ده وتدوس على بلس، هو يبدأ يحطه لك. مثلا تيجي على النوع ده وتدوس على بلس، هو يبدأ يحطه لك، وهكذا. فتحط الانواع اللي انت عايزها، وهو يبدأ بقى ايه، يظبط لك الدنيا بحيث انت بتظبط الحاجات من هنا. طيب بالنسبة بقى للكلاستر بليسمنت دي لو انت هتحط مجموعة، مثلا انت هتحط مجموعة اشخاص، يعني احنا مثلا كده جبنا البيبل، مثلا جبنا المن دول، رحنا جايبين الراجل ده مثلا، تعالوا مثلا في حتة فاضية، تعالى هنا، ونحط الشخص بتاعنا كده. عشان كنا داسين على البليسمنت، ندوس على الكلاستر عادي خالص، وندوس على الشخص ده، ونبدأ نحط الشخص ده، ويبدأ يحط لنا مجموعة منه. فالكلاستر دي في الاغلب بستخدمها ان انا لما اجي مثلا احط زرع، ساعتها ببدا احط مجموعه من الزرع في اماكن معينه وكده. طيب ساعات بقى بيظهر لي اوبشن تالت كده،
بس ده بيظهر فين؟ بيظهر في النيتشر عندي، الا وهو البينت بليسمنت. ايه البينت بليسمنت دي؟ يعني باجي اختار مثلا الزرع اللي انا عايزه زي كده، وابدا احدد الدنسيتي بتاعتي، الكثافه، انا عايز مثلا الزرع كتير زرع قليل وهكذا، وابدا بقى بمجرد ما ادوس افضل دايس كليك واعمل دراج، هو يبدا يرسم لي الشجر بتاعي، يرسم لي الشجر بتاعي. طيب انا بقى زي ما بقول لكم عايز اتحكم في الكثافه بتاعته، اعليها اقللها، اروح مقلل الدنسيتي كده مثلا وابدا ارسم تاني، يبدا يرسم لي شجر اقل، لو زودت الدنسيتي عندي ارسم يرسم لي شجر اكتر وهكذا. وبعد كده بدوس صح عادي خالص، الشجر ده بيتسيف موجود عندي، بيفضل موجود. طيب انا عايز امسح حاجات من اللي انا رسمتها دي، بروح دايس على علامة الباسكت دي كده اريز، وابدا بقى زي ما انا رسمت زي ما انا امسح، ابدا اروح دايس ليفت كليك وابدا اعمل دراج، هو يبدا يمسح لي. بس طيب نرجع تاني هنا. بالنسبة بقى لو انا جيت، انا كده عرفت البليس دي معناها ايه، ان انا اقدر احط الحاجه كسنجل اليمنت عادي، اختار الحاجه كده واحطها عادي، او ان انا اجي ادوس على الماس بليسمنت، ان انا ابدا ارسم، فابدا ارسم لي الاشخاص معايا مثلا، ارسم لي المسار بتاع الحاجه وابدا ارتبهم زي ما انا عايز، واعمل مثلا راندوم دايركشن او كده، او احط كلاستر مثلا من مجموعه اشجار او كده، او ان انا اعمل بينت بليسمنت. بس دي زي ما قلت لكم البينت بليسمنت دي بتبقى موجوده في النيتشر بس، يعني مش موجودة حتى في الفاين ديتيل نيتشر. طيب بعد كده بقى نيجي نخش على السيلكت. انا اول ما بدوس على السيلكت لو خدت بالك بيبدأ يظهر لي هنا شوية شورت كاتس، دي بتساعدني. طيب ايه بقى الشورت كات دي؟ انا لو جيت عملت سيلكت كده، يعني انا لما اجي عايز مثلا اعمل سيلكت للكرسي ده وهو مش عايز يعمل لي سيلكت، طيب ليه بقى هو مش عايز يعمل لي سيلكت؟ لان انا عشان انا اول ما دوست سيلكت وعايز اعمل سيلكت لحاجة معينة، فانا مثلا ده من دي حاجه انا كنت حاططها من ضمن الكراسي، فانا اجي اشوف مثلا فين الاندور، اروح دايس عليه وبعد كده اروح دايس على سيلكت، ساعتها اقدر اختارها. طيب انا مثلا حطيت البيبل، يعني جيت مثلا هنا كده، هو في بعيد هنا كده، طبعا لسه اتكلم عن النافيجيشن، فانا جيت هنا اهوت كده وعندي الشخص ده، فلما اجي اعمل عليه سيلكت هو مش عايز يعمل عليه سيلكت. ليه؟ لان انا مختار الاندور، فعشان اختاره اروح جاي واقف على البيبل، ساعتها اقدر اختاره. طيب الشجر انا عايز اختاره مش عارف اختاره، عشان اختاره لازم اجي اقف على ايه، على النيتشر، ساعتها اقدر اختاره. طيب دي مفيدة في ايه؟ دي مفيدة مثلا لو انت عندك شوية حاجات كتير وانت مثلا عايز تعمل سيلكت لكام حاجة من غير ما يبدأوا يخشوا في بعض، زي مثلا نقط كده زي ما انت شايف، فساعتها بتروح عامل اللي انت بتختار بتختار الكتالوج بتاعه، يعني هو مثلا عبارة عن أشخاص، هتختار إن دي أشخاص، دي مثلا عبارة عن إندور، بتختار مثلا الحاجة اللي تبع الإندور. طب لو أنت مدخل موديل وعايز تختار الموديل ده، فبتروح جاي واقف على إمبورتد موديل وتختار الموديل بتاعك، وساعتها هو بيختاره، لكن أي حاجة تانية مش هيقدر يختارها. طيب بفرض بقى إن أنا مثلا في حاجة منزلة ومش عارف هي دي موجودة في أنهي كتالوج أو دي موجودة فين بالظبط، فبروح دايس على أول سيلكت أول كاتيجوريز، زي ما قلت لكم كده دي اللي احنا قلنا نتكلم عليها، سيلكت اول كاتيجوري، ساعتها اقدر اختار اي حاجه اقف عليها. طيب اول ما اختار مثلا، انا مثلا اخترت ايه، تعالوا كده نرجع تاني للموديل بتاعنا، انا مثلا هاجي اختار بقى الكرسي ده، وانا كده كده مفعل اول سيلكت اول كاتيجوريز ومختار سيلكت، فاجي اقف على الكرسي ده، بمجرد ما ادوس عليه كليك فهيبدا اللون بتاعه يتغير معايا زي ما احنا شايفين كده. طيب سيلكت دي بقى اقدر من خلالها اعمل ايه؟ اقدر من خلال ان انا اعمل موف للاوبجكت بتاعي، ودي شويه شورت كاتس بتساعدني زي ما انا قلت. فانا عندي مثلا الجي دي بتحط لي الاوبجكت بتاعي في اللاندسكيب بتاعي، يعني مثلا انا لو رافع الموديل دوت ودوست على جي، فهو مش هيشوف، وانا مثلا عايز احط الاوبجكت ده هنا فوق، فهو مش هيقرا الموديل بتاعي، لا هو هيقرا اللاندسكيب بس. بمعنى يعني انا دلوقتي كده لو جيت مثلا اخترت ده البروجكت ده وجيت مثلا رفعته، فين هو البوينت بتاعته؟ انا عشان اقدر احرك حاجة لازم اشوف البوينت بتاعتها فين، يعني بعمل لها سيلكت وابدا اشوف البوينت بتاعتها الزرقاء فين اهي، فالبوينت بتاعتها الزرقاء اهي، اروح دايس عليها وابدا بقى احرك منها، فانا مثلا هرفعه لفوق كده،
وانا عندي الكرسي تحت، انا عندي الكرسي تحت اهو، اروح مختار الكرسي كده وابدا ارفعه عادي خالص، بس احنا هنعمل له موف فري. تمام، هو كده الكرسي قاري ان في عندي اوبجكت فهو واقف عليه، يعني شايف قاري ان في عندي حاجه هنا، اهوت في عائق هنا اهوت، فهو واقف عليه عادي خالص. طيب بفرض بقى ان انا رحت دايس جي، ورحت مختار، يعني اخترت كده الكرسي وجيت وقفت على النقطه اللي بحرك منها، ورحت دايس جي زي ما احنا قلنا كده اللي هو الاختصار ده، وجيت بقى احرك، مش هيقرا اصلا الموديل ده، هتبص تلاقيه ينزل تحت على اللاندسكيب بتاعي. فدي بتعملها لو انت عايز تحط الحاجه على اللاندسكيب، بس يفضل انت ما تستخدمهاش قوي، يعني انت كده كده انت مجرد بتسناب حتى لو على اللاندسكيب هو يقرا ان ده لاندسكيب. يعني مثلا احنا لجينا كده وقفنا على اللاندسكيب بتاعنا عادي خالص، وجينا خدنا الكرسي ده ووقفنا هنا كده، هو يقرا ان في لاندسكيب فهيقف عليه. طيب دي لو انت عامله موف فري، هو بيبدا يقرا ان في اوبجكت عندك مثلا، في عائق عندك، فهو بيبدا يقف لك على السطح ده. طب انت بقى عايز تحرك الحاجه دي لفوق، عايز تحرك مثلا الاوبجكت ده لفوق، فبتروح دايس هنا على الموف اب وبتبدا تحركه لفوق، تبدا تطلع بيه يتحرك لفوق، تنزل لتحت ينزل معاك لتحت، وهنا ما بيقراش عائق، يعني يبدا يطلع وينزل وما بيقراش معاك اي عائق. طيب عايز برضو تحركه هوريزونتلي، فبتروح جاي واقف على موف هوريزونتال، وبعد كده تروح دايس عليها وتبدأ تتحرك، يتحرك بس افقي زي ما انت شايف كده، ما بتحركش لا رأسي ولا بتحرك موف فري. فلو جيت دخلت كده مش هيرى ان في هنا حاجة، مش هيرى ان في هنا اوبجكت، ولو جيت اتحركت كده برضو مش هيرى ان في لاندسكيب، وهيفضل طاير كده في الهواء. فانت عشان توقفه على حاجه معينه بتروح دايس موف فري، وهو بيبدا بقى على طول تلقائي يقرا يحس بالحاجه اللي هو واقف عليها. فلو جينا كده مثلا على الحيطه يحس ان في، يعني انت لو كده لو جيت وقفت هنا اهوت هيحس ان في الارض اللي انت واقف عليها، لكن لو جيت عملت الموف هوريزونتلي زي ما احنا قلنا مش هيحس بيها، مش هيحس بالارض بتاعتك. يعني لو جينا حركناه كده، المفروض احنا لما كنا بنتحرك بيه موف فري زي ما احنا قلنا كان بيجي يقف على اللاندسكيب بتاعي عندي على الارض عادي اهو، لكن هو ما وقفش ليه؟ لان احنا زي ما قلت لك احنا مش عاملين موف فري، احنا عاملين موف هوريزونتال. لكن لو عملنا الموف فري وجينا حركناه تاني يتحرك معانا ويقف معانا عادي خالص. طيب لو انا بقى عايز مثلا احدد ال عايز مثلا بعد ما عملت حاجة عايز ارجع من الخطوة اللي انا عملتها، بروح جاي هنا على اندو موف وابدأ ادوس عليها، يبدأ يرجعني خطوات للي انا عملتها. يعني هنا دي الاندو بتاعتي عادي خالص. طب انا اخترت حاجة عايز اعمل مثلا دي سيلكت ليه، اروح جاي واقف هنا على دي سيلكت اول، واجي كده لو عايز اختارها تاني، بس عشان اختارها زي ما قلت لكم لازم بقف على سيلكت للحاجة اللي هي موجود فيها العنصر دوت، او ان انا ادوس اول ورايح دماغي واروح دايس على سيلكت واروح واقف على الحاجه اللي انا عايزها واروح دايس عليها، يبان لي النقطه الزرقاء بتاعتها اللي انا اقدر اتحرك منها. طيب زي ما احنا قلنا كده الموف فري بقدر اتحرك بيها، الموف اب، وعندي الموف هوريزونتال، وعندي بقى دي التايب ان. التايب ان دي لو انا عايز ادخل احداثيات. طيب في حاجه عايز اقولها هنا في اللومن، ان انت عندك الاحداثيات الاكس، انت عارف الاكس والواي والزد، الاكس والزد دول الافقي، الواي هو الراسي، على عكس السوفت ويرز التانية. انت عندك الاكس والواي هما الافقي والزد هو الرأس، لا انت عندك الاكس اللي هو الاحمر، الزد اللي هو الازرق، فدول كده الافقي، وعندك الواي اللي هو الاخضر، فانت بتتحكم فيهم من هنا عادي خالص، وتبدأ ايه لو انت عايز تحط احداثيات معينة. طب دي مهمة في ايه بقى؟ دي مهمة لو انت مثلا عايز تدخل بروجكت عندك بروجكت مليان وتقيل ومش عايز يخش عندك في اللوميون بسهولة، فساعتها بتضطر ان انت تستخدم الامر ده، بان انت بتروح مثلا لو دخلت على السكتش اب حاجه زي كده، انا مثلا عملت بروجكت زي ده، بروح جاي عامله مثلا جروب، ميك جروب حلو، واجي مثلا اعمل واحد زيه، كده ساعتها بروح جاي خافي واحد فيهم مثلا، يعني اعمل اسلكت مجموعه معينه، ابدا اقسم البروجكت بتاعي لجزئين، جزء هخفيه واعمل له اكسبورت، والجزء الثاني يعني هخفي جزء واعمل للي ظاهر اكسبورت، وبعد كده ارجع تاني نفس الفايل اخفي الجزء اللي انا كنت عامل له اظهاره وارجع اظهر الجزء اللي انا كنت خافيه.
فبقى كده عندي فايلين بيكملوا بعض، فايلين البروجكت. فانا مثلا ده البروجكت بتاعي، رحت انا عامل مثلا البوكس ده جروب، وعملت البوكس ده جروب، فاروح مثلا خافي البوكس ده اعمل له هايد واعمل اكسبورت للبوكس ده، اعمله كده اكسبورت 3 دي موديل او سيفه عادي سكتش اب، سيف از، اجي على الديسك توب اسميه مثلا واحد، وقلنا نخليها 2013 افضل، واروح ده السيف. تمام. بعد كده هعمل ايه بقى؟ اروح جاي للي انا خفيته اظهره، واللي انا عامل واللي انا يعني موضحه دلوقتي ده اخفيه، اعمل عكس بقى، فاروح جاي ده اعمل له هايد. طيب اللي انا بقى خفيته الاولاني عايز ارجعه، اروح اعمل ايه؟ اروح جاي عادي على فيو هيدن اوبجكت واعمل لده كده ان هايد، وبعد كده اخفي الهيدن اوبجكت. فانا كده المره دي عكست، اللي انا كنت عامل له اخفاء اظهرته، واللي انا كنت عامل له اظهار خفيته، واروح جاي ده عامل له فايل سيف از كفايل جديد، عشان لو دوست سيف هيعمل لك ريبليز للفايل اللي هو واحد ده، فانت كده مش هتبقى مسيف فايلين. واروح دايس اتنين وابدا اختار 2013 واروح دايس على سيف. فلما اجي بقى اخش جوه اللوميون، لو جينا بقى مثلا كده فتحنا فايل جديد حاجة زي دي بلين، وجيت بقى عملت امبورت واخترت واحد ودوست اوبن، طبعا نغير الاسم عشان معناه برضه ان هو موجود. تمام. هبدأ احطه ودوس كليك عادي خالص. بعد كده اروح جاي عامل امبورت تاني للفايل الجديد اللي هو اتنين، واروح دايس اوبن، غير الاسم، اروح دايس اوكي، هينزل معايا بالشكل ده، اروح حاطه في اي حته برضو. طيب انا بقى عايز الاتنين يبقوا نفس المكان زي ما احنا كنا عاملينهم في الموديل، فانا هعمل ايه؟ اروح جاي عادي سيلكت ودي امبورتد مودلز، اروح جاي مختارها، او ان انا اعمل اول عادي واروح جاي مختارها، واروح جاي بقى على التايب ان دي، واروح مخلي دول كلهم صفار، صفر صفر صفر، واروح جاي هنا نفس الكلام صفار، صفر صفر صفر، ادي الصفر. فهو لو جيت بصيت هلاقيه الموديل عندي تركب زي ما كان في السكتش اب عادي. فدي طريقة لو حد عنده مثلا شغال على بروجكت كبير والبروجكت دوت مش عايز يخش كل مرة واحدة في اللومن، فساعتها بدخله بالطريقة دي، ببدأ أقسمه جروبس عندي على اللوميون سواء واحد أو اتنين أو تلاتة، وأبدأ أسيفهم كل جروب عندي أسيفه كفايل، وبعد كده أبدأ أدخل بقى فايل فايل، وأبدأ أظبط الإحداثيات بتاعتهم كلهم صفار أو تبقى نفس الإحداثيات أهم حاجة. طيب لو احنا بقى جينا تاني كده دخلنا على الفايلز، جينا فتحنا اكزامبل، فتحنا الاكزامبل تاني، تمام. احنا بقى نيجي دلوقتي نحط الكرسي تاني، مثلا ناخد كرسي، دوست عليها دبل كليك عشان يفتح لي القايمة دي، لان انت ممكن تدوس مثلا كليك، يعني تدوس كده وتدوس كليك مثلا ما رضاش يفتحها، فانت عشان تفتح القايمة دي بتروح دايس عليها دبل كليك عادي خالص. نيجي ناخد الكرسي ده ونحطه، تمام، او كده اتحط معانا. طيب انا بقى دلوقتي زي ما قلنا احنا شرحنا البليس وقلنا السيلكت انا لو عايز احرك اعمل ايه، طيب ايه بقى الشورت كاتس اللي ممكن تساعدني كمان في السيلكت؟ ان انا لو دوست كده ان انا عندي الموف عشان اجي اتحرك، لو عايز اختار امر سيلكت بروح دايس على شورت كات ام يروح محولني الامر سيلكت. طيب لو عايز اتحرك بقى فيرتيكالي، عايز اتحرك راسي اللي هو فوق وتحت، اروح دايس على اتش، بس لازم اكون دوست على الام عشان ادوس على الاتش، بعد كده ابدا اتحرك فوق عادي خالص وانزل تحت. طيب عايز اتحرك مثلا افقي اروح دايس على ام تاني، وبعد كده
لو خدت بالك انت عندك هنا اهوت امر الزد يحركك في اتجاه الزد دايركشن، واحنا زي ما قلنا كده ان الافقي هو الزد و والاكس، المحور الاكس ومحور الزد الاثنين دول بيتحركوا في الافقي. فانت لو جيت خدت بالك ان هو الزد هيقول لك انت لو عايز تتحرك في اتجاه الزد فهتروح دايس، هو قال لك ان هو تدوس على شورت كات زد وانت بتحرك، فتيجي تقف على النقطه دي وتروح دايس على زد فيبدا يحركوا لك في اتجاه الزد بس، مش تحركوا لك في اي اتجاه تاني. طيب عايز تحركه في اتجاه الاكس تروح دايس على اكس، وانت دايس على الاكس تروح دايس على الزرار عندك وتبدا تتحرك في الاكس، مش هحركه لك في اي اتجاه تاني. طب عايز تتحرك افقي زي ما قلنا، يا اما بتيجي تدوس على موف هوريزونتال ديت، يا اما بتدوس على لو انت واقف على موف عادي موف فري هتدوس على تفضل دايس على شيفت وتتحرك، حتى وحطها لك برضو من ضمن الاختصارات. فانت كل حاجة هتيجي تختارها هيجيب لك شوية اختصارات مساعدة ليها. طيب عايزين بقى نلف الكرسي ده هنعمل ايه؟ نيجي على امر روتيت عادي خالص وندوس عليه نعمل له سيلكت، لو احنا مثلا مش عاملين له سيلكت ندوس على دي سيلكت اول. احنا لو اخترنا حاجة وحبينا ان احنا نفك الاختيار دوت مش عايزين نختارها فنروح دايسين على دي سيلكت اول، وبعد كده نختار الحاجة التانية اللي احنا عايزينها، فهندوس على سيلكت على ديت. وبعد كده لو عايزين نعمل روتيت نيجي نقف على النقطة اللي هي البوينت اللي انا بقدر من خلالها اتحرك اتحكم فيها في الاوبجكت وابدا اعمل روتيت براحتي. طيب بفرض ان انا مثلا الروتيت مش عارف اتحكم فيه فباجي اتحكم من هنا، هنا افضل بتحكم من هنا اهوت بان انا بالراحه كده ببدا اتحرك واحرك الاوبجكت بتاعي فاقدر اعمل له روتيت. طيب انا مثلا عايز اعمل له روتيت فوق وتحت يعني كده وكده، ساعتها بروح اعمل له روتيت من تحت من اللي هي البيتش ديت. طيب عايز اعمله يمين وشمال بروح جاي هنا اهوت وابدا اعمله يمين وشمال براحتي، فاقدر بقدر اتحكم بالاوبجكت عادي خالص. طيب بفرض ان انا مثلا عايز الاوبجكت بتاعي يكون انا مثلا حطيت دلوقتي كام كرسي، يعني جيت كده حطيت كرسي اهو وحطيت كرسي تاني اهو، وحبيت ان انا اخلي الكراسي دي كلها مثلا حاطط هنا ترابيزه وحبيت الكراسي دي كلها تبص على الترابيزه دي، فساعتها بعمل ايه؟ بروح جاي على سيلكت واختار ده واروح دايس كنترول، وانا دايس كنترول يديني سماحيه ان انا اختار حاجه تانية، اروح دايس كده واروح دايس كده، فكده هو اختار لي الكذا اوبجكت دول مع بعض. وبعد كده اروح دايس على وبعد كده زي ما قلنا نيجي للشورت كاتس ديت، لو نيجي على روتيت سوري روتيت، بعد كده لما نعمل لهم سيلكت بنفس الطريقه اللي احنا قلنا عليها بنختار واحد ونبدا ندوس كنترول ونختار التاني والتالت وهكذا. بعد كده هنروح دايسين، لو جينا هنا في الشورت كات هنروح دايسين على حرف الاف ونختار ثانيه واحده كده الكي، ندوس على امر الكي، مش عايز يعمل سيلكت كي ده ثواني. تمام هندوس على امر الكي ونيجي نقف على البوينت وندوس عليها ونسناب كده نعمل دراج للمكان الترابيزه مثلا، فهو هيبدا يخلي الكراسي كلها بتبص ناحيه الترابيزه. يعني انا باجي اختار امر روتيت، نرجع تاني من الاول كده، اجي اختار امر روتيت واعمل سيلكت لده، فانا عايز اعمل سيلكت لدول كمان اروح دايس كنترول، يا اما اعمل لهم دراج اعمل دراج كده فيختارهم لي كلهم، يا اما ان انا بروح دايس على دي كده كليك واروح دايس كنترول بدل ما اعمل دراج اروح مختار دول برضو معايا عادي خالص من غير الدراج، فكده واختارهم كلهم. بعدها بروح دايس على الكي واجي على اي واحده فيهم زي دي مثلا وادوس عليها وابدا اعمل الماوس بتاعي مثلا اتجاه الترابيزه، يعني ادوس عليها كده انا دايس على الكي ودايس على الليفت كليك على البوينت وعامل دراج كده لاتجاه الترابيزه، هيبدا يخلي لي الكاس دي كلها تبص ناحيه الترابيزه، فدي تبقى افضل مثلا للفرش الداخلي او حاجه لو عايز اظبط الحاجه بدل ما افضل اعمل لكل حاجه روتيت يعني. بس وهكذا في بقى عندي برضو شورت كات تانية، لو انا مثلا عايز اعمل كنترول دي، لو انا عايز اعمل دراج بوكس او اختار زي ما احنا قلنا الحاجه كده على حده. بعد كده في عندي الاول اللي هي الاوربت كاميرا، يعني انا مثلا كده دوست دي سيلكت اول واخترت دي ودوست على او ورحت دايس على الرايت كليك ولفيت الماوس هيبدأ يعمل لي
اوربت حوالين الاوبجكت اللي انا عامل له سيلكت. فدي برضو كده مفيده، دي حاجه ممكن نستخدمها يعني لو احنا عايزين نبص على حاجه معينه من قدام ومن ورا وكده. طيب بعد كده في عندي بقى امر سكيل. امر سكيل ده بيخليني اقدر اتحكم في السكيل بتاع الحاجه، بان انا بدوس عليها كده وابدا اكبر او اصغر براحتي، او اجي اتحكم فيها من هنا. دي مثلا لو انت عندك شجره وعايز تكبرها او عايز تصغرها وهكذا. بعد كده في عندي امر ديليت، لو انا عايز امسح حاجه معينه بروح مختارها واروح دايس على الباسكت من فوق. طب لو عايز امسح اكتر من حاجه بروح دايس كنترول واعمل سناب بيختارهم لي كلهم واروح دايس على ديليت. هو بيقول لك هما كام اوبجكت تختارهم. طيب يا اما بروح دايس كنترول برضو واروح مختار الحاجه على حده واروح دايس ديليت. طيب بفرض بقى ان انا مش عايز اعمل كده، بروح عادي عايز امسح حاجه واحده بس، بروح جاي واقف على البوينت بتاعتها واروح هي اول ما يديني احمر كده لو دوست عليها هيمسحها على طول. ولو عايز اعمل اندو زي ما قلنا بنعمل اندو ديليت لهنا، سواء اندو ديليت سواء اندو السكيل. يعني مثلا عملت السكيل ده كده، جيت غيرت السكيل عايز اعمل اندو، فاروح داس على اندو يعمل لي اندو للسكيل انا عملته وهكذا. فزي ما قلنا دي القوائم الرئيسيه ودي القوائم الفرعيه، وكل حاجه من دول ليها شويه شورت كاتس من هنا بتساعدني ان انا اتحكم بيها، وليها شوية اوبشنز تحت زي ما قلنا كده. دي سنجل بليسمنت تحط الحاجة واحدة، دي عندك الماس بليسمنت ترسم مسار تحط فيه شوية الحاجات، وفي عندك الكلاستر بليسمنت والسيلكت زي ما احنا قلنا. طيب انا دلوقتي بقى يعني انا انت دلوقتي عمال تشرح في القوائم وازاي تحط الاوبجكت وازاي مش عارف، طب انا اتحرك جوه البرنامج ازاي؟ بص اول حاجة عشان تتحركوا جوه البرنامج عندك كأنك بتلعب جيم عادي خالص، عندك ال W وال S وال D وال A. لو جينا فتحنا دي كده غيرنا الكيبورد، W وال A وال S وال D دول بيتحكموا في ان انا اتحرك ده لقدام، ال S لورا، ال A شمال، ال D يمين يعني اهو، وال W قدام وال S ورا. او ان انا ممكن اتحكم من خلال الاسهم برضه، بس الافضل ان انت تكون متحكم من خلال ال W وال A وال S وال D عشان انت بتحتاج الكنترول. سواء انت بقى هتعمل دراج بوكس هتختار شوية الحاجات اللي احنا كنا عرفنا ازاي بنختارها، او انت تختار كام حاجة، وعشان برضو ايدك على ال Alt لان ال Alt ده بيعمل كوبي. يعني انت كده لو جيت دوست، لو جينا قفلنا دي كده وجيت دوست على ال Alt وقفت على السلكت، لازم تكون واقف على السلكت ودوست Alt وجيت على الاوبجكت ده كده واخترته وعملت له سناب هيعمل له كوبي. فعشان كده بقول لك ان انت ما بتيجي تختار الموشن بتاعتك تختارها من W والA والS والD افضل من انك تختار من الاسهم. بعد كده بقى دي الحركه العاديه. طب لو انا بقى عايز اتحرك حركه ابطا وانا بتحرك بال W والA والS والD بروح دايس معاها زرار السبيس، فانا بتحرك كده اول ما ادوس السبيس يتحرك لي ابطا عشان انا عايز اركز على حاجه معينه. طيب لو انا عايز اتحرك اسرع، يعني انا دايس دلوقتي W وال A وال S وال D بس انا عايز اتحرك اسرع من كده، فانا دايس اروح دايس شيفت فيبدأ يتحرك اسرع. طيب لو انا بقى عايز اتحرك اسرع من كده كمان، هو في اسرع من كده؟ اه يعني انت كده عندك اول حاجة ابطأ حاجة خالص ان انت بتتحرك بال W وال A وال S وال D تروح دايس سبيس. طيب عايز تسرع شوية بتروح دايس عادي على زرار ال W وال A وال S وال D او الاسهم بتحرك بيهم عادي من غير ما تدوس على اي حاجه تانية. عايز اسرع من كده بتروح وانت دايس عليهم تروح دايس شيفت. عايز اسرع حاجه خالص بقى وانت دايس عليهم ودايس شيفت بتروح دايس سبيس. يعني انت مثلا دايس دبليو ودايس شيفت تروح دايس سبيس يروح متحرك لك اسرع من كده. طيب انا بقى عايز اطلع فوق وانزل تحت بروح اعمل ايه؟ عندك الاي بينزلك لتحت، الكيو بيطلعك لفوق، وبرضه بينطبق عليهم السرعة من حيث ان انت لو عايز ابطأ خالص بتروح دايس الاي والمسطرة، عايز اسرع بتروح دايس الاي عادي شوية عادي او الكيو، عايز اسرع خالص بتروح دايس الشيفت مع الاي او الكيو. اسرع حاجة بانك بتدوس الاي او الكيو مع الشيفت والسبيس زي ما قلنا. طيب انا دلوقتي مثلا وقفت بعيد وعايز اروح للبيت ده، فعقبال ما اتحرك له هاخد وقت، فاروح جاي واقف عليه عادي خالص واروح دايس دبل كليك بالرايت كليك او الليفت كليك اروح موديني عليه على طول. طيب في حركة تانية اقدر اعملها،
بالسكرول بتاع الماوس، بمجرد ما اعمل سكرول هو يبدأ احركني عادي خالص كأني بتحرك، ولو دوست شيفت يتحرك اسرع، لو دوست سبيس بس يتحرك بطيء خالص، لو دوست شيفت وسبيس يتحرك بسرعة قوي زي كأنك بتتحرك بالاسهم او بتتحرك بالدبليو والاي والاس والدي. طيب لو انا بقى دلوقتي نرجع كده، طيب لو انا دلوقتي بقى بتحرك، فانا عايز اعرف ازاي بلف، يعني ازاي بلف كده زي ما انا بعمل دلوقتي. بروح دايس على الرايت كليك، الرايت كليك اول ما بدوس عليه بفضل دايس عليه وابدا اتحرك، بيتحرك معايا عادي خالص، يلف الشاشه معايا، واقدر وانا بتحرك ادوس على W ان انا اتحرك عادي خالص، يعني وانا بلف كده اقدر اتحرك عادي بالW والA والS والD او بالاسهم او بالسكرول برضو. فدي كده بخصوص النافيجيشن. طيب بالنسبة بقى للقائمة اللي ظهرت دي، ايه القائمة دي؟ او لو جيت مثلا اخترت كرسي زي ده، ايه القائمة دي؟ القائمة دي بتوضح لك خصائص الاوبجكت ده، دي بقى الحاجة الادفانسد اللي احنا قلنا هنتكلم عليها هنا. طيب ايه بقى القائمة دي؟ احنا مثلا لو جينا كده في الاندور وخدنا الكرسي ده، لو جينا وقفنا عليه هنلاقي عندك في هنا عندك دايرة الوان. ايه دايرة الالوان دي؟ معناها ان الكرسي ده اقدر اتحكم في الالوان بتاعته. طيب لو انا حطيت الكرسي ده وجيت عملت له سيلكت زي ما اتعلمنا، ازاي بتحكم في الالوان؟ عندك قائمه الالوان اهي، لو طلعت ده فوق اتحكم في اللون بتاعي عادي خالص، الفتحان والغمقان، واللون نفسه بيكون عباره عن ايه. طيب انا بقى مثلا عايز احط ال عايز اغير مثلا الالوان بتاعتي، فزي ما قلت لكم كده بروح مغير الحاجه دي كده، يعني باجي اقف عليها بيجيبها لي كده مثلا لون اسود خالص، وابدا اتحكم انا في الالوان بتاعتي. طب مثلا انا لو عندي عربيه، وعندي العربيه مثلا كده، يعني نرجع كده، جبت ازاي العربيه؟ من انا جيت دوست على الترانسبورت واخترت العربيه من هنا، العربيه اللي انا عايزها وحطيتها. طيب انا مثلا عندي العربيه وحابب ان انا اروح داس اسكيب عشان اخرج من الامر ده، واعمل سيلكت وانا واقف على الترانسبورت. طب لو مش واقف عليها مش هعمل سناب عليها، فانا عندي حل من الاثنين، ادوس ترانسبورت يا ادوس اول. بعد كده اختار العربيه زي ما قلت، واقدر بقى اتحكم في الالوان بتاعتها، مديني اوبشن زياده ان انا اقدر اتحكم مثلا في الاضاءات، يعني لو جيت كده بصيت من قدام هتوضح اكتر، الاضاءه نفسها بتاعت العربيه من قدام مديني اوبشن ان انا اقدر اتحكم في العربيه نفسها بتنور ولا لا، ومديني اوبشن ان انا اقدر اتحكم اذا كان ينفع الدرايفر نفسه يبقى موجود جوه العربيه ولا لا، عايز اخليه موجود بخليه موجود، مش عايز اخليه موجود بدوس عليه بخليه اوف. طيب ايه بقى السهم ده؟ السهم ده لو دوست عليه بيديك شويه اوبشنز زياده، ان انت تقدر لو جيت هنا تعمل فوكس على السلكشن اللي انت عامله، يعني لو جيت رجعت كده مثلا بعدت بعيد ودوست على الفوكس اون سلكشن، فهو يعمل لي فوكس عليه يوديني عليه على طول، يا اما يقول لك الاوبجكت ده موجود فين في اللايبراري عندك، فلو دوست عليه يجيب لك مكانه بالظبط فين. تمام نرجع نعمل سيلكت تاني للعربية. يا اما تقدر تختار كل حاجة، يعني تقدر تختار بانك تعمل سيلكت اول ايدنتيكال elements، ان انت بتختار، يعني انت مثلا حطيت الكراسي، حطيت الكرسي ده وحطيت كرسي تاني وحطيت مش عارف ايه، فانت الكراسي دي كلها ممكن تسلكت على واحد، انت عايز تختار الكراسي دي كلها، ساعتها تعمل ايه؟ هتروح عامل سلكت على واحد منهم وتروح جاي على سلكت الاول ايدنتيكال، يبدأ يختارهم لك كلهم. طيب انت مثلا عايز بقى ايه بعد ما عملت لهم سلكت؟ نعمل دي سلكت كده، نعمل سلكت الواحد، انت عايز تختار، بس خلي بالك هو هنا عمل لك ايه؟ عمل لك سيلكت لنفس الايمنت، يعني نفس الكرسي، سواء بقى انت غيرت الالوان بتاعته بس هو اختار لك نفس الكرسي. طب انت بقى عايز تعمل سيلكت لكل كاتيجوري، يعني الاندور كله بقى، يعني انت مثلا لو حطيت كذا كرسي ممكن، يعني لو انت اخترت اللي هو لو انت اخترت، يعني احنا كده اهو، لو انت اخترت سيلكت ايدنتيكال اوبجكتس فهو هيختار لك الكراسي مثلا، يختار لك الكراسي اللي هي دي، لو ترابيزات يبدا يختار لك الترابيزات كلها اللي موجوده هنا، لو انت فرشها هنا.
طيب بفرض ان انت عايز تختار الكاتيجوري بتاعت الاندور دي كلها، ساعتها بتعمل ايه؟ بتروح جاي واقف عليها سيلكت على واحده فيهم، وتروح دايس سيلكت اول سيم كاتيجوري، فيبدا يختارهم لك كلهم، حتى لو خدت بالك عشان دول موجودين جوه الاندور فاختارهم لك كلهم. لكن لو انت عايز تختار الكاتيجوري دي الاليمنت ده بس او الاوبجكت ده بس، اللي هو مثلا عباره عن مجموعه كراسي بقى ممكن تكون مختلفه عادي، او مجموعه الكترونيكس، او مجموعه مثلا بلمبنج، او مجموعه مثلا ديكوريشن، فبتروح عامل سيلكت عليها على واحده منها وتدوس سيلكت اول ايدنتيكال اليمنت. طيب بالنسبه لدول بقى ايه ده بقى؟ دي راندوم بوزيشن، هو يبدا يحط لك الاليمنتس ديت في اماكن متفرقه، يعني هو يحطهم لك كده عشوائي في اماكن عشوائيه، فلو دوست عليها يبدا يحط لك الحاجه في مكان عشوائي، بس هيحط لك الحاجه اللي انت عامل لها سيلكت بس، يعني عشان كده احنا لازم نعمل سيلكت لدي مثلا، ونعمل سيلكت الاوبجكت، وبعد كده نبدا بقى نحط الحاجه دي عشوائي. بعد كده في عندك الراندوم، ودي شويه اوبشنز ليها طبعا. بعد كده في عندك راندوم اللي هي روتيشن، لو يحطهم لك روتيشن عادي، يحط لك الروتيشن بتاعهم يكون عشوائي، وكل ما تدوس كل ما يبدا يغير لك. يا اما في عندك الراندوم سايز يغير لك الاحجام بتاعتهم، وزي ما قلنا لو عايزين نعمل اندو من هنا. يا اما بقى لو عايز تعمل يعني مثلا قعدت غير هنا وغير هنا وحبيت بقى ارجع كل حاجه زي ما كانت، تروح داس ريسيت سايز وروتيشن، هيعمل لك ريسيت لكل ده، يرجع لك كل حاجه زي ما كانت. تفضل تدوس كده لحد ما يرجع لك كل حاجه زي ما كانت، بس هو بيرجع لك لاخر اوبشن بس، اخر اوبشن بس، يعني احنا اخر حاجه عملناها السايز، فلو دوسنا على ريسيت هيبدا يعمل لك الريسيت ليها، يرجع لك تاني زي ما كان. لكن الاندو يبدا بقى يرجع لك الخطوات نفسها، فكده الحاجه رجعت زي ما كانت، عمال يرجع الحاجه كلها زي ما كانت اهي. فانت عندك شويه اوبشن لكل بروجكت تقدر تتحكم فيه، يعني انت مثلا اخترت زي ما قلنا كده، احنا حطينا كراسي، كل اوبجكت بتحطه بتقدر تتحكم فيه من خلال ان انت بتعمل له سيلكت، ندوس كده دي سيلكت، من خلال ان انت بتعمل له سيلكت وتبدا تتحكم فيه بالخصائص اللي موجوده هنا. طيب هل اي اوبجكت بختاره بيبقى ليه القائمه بتاعت الالوان دي؟ لا، في شويه اوبجكتس ما بقاش ليها الوان، يعني لو جيت وقفت كده اي حاجه ليها الوان دي اللي اقدر اتحكم في الالوان بتاعتها. طب في شويه حاجات ما لهاش الوان فمش هقدر الونها، يعني مثلا زي الكرسي ده لو جيت حطيته، جيت اخترته كده وحطيته، الظاهر معايا. طيب ده ممكن يكون لاج، ماشي، ممكن نختار كرسي تاني، او الكرسي ده مثلا ظهر. فلو جيت عملت سيلكت للكرسي ده كده مش هيجيب لي قائمة الالوان اللي انا كنت اللي انا كنت بستخدمها. فعشان كده زي ما بقول لك، الحاجة اللي بيبقى ليها الوان هي الحاجة اللي انت لما بتيجي بتحط في الاندور بيبقى ليها كده الترس بتاع الالوان ده، اي حاجة ملهاش ترس بتاع الالوان ده مش هيبقى، مش تقدر تتحكم في الالوان بتاعتها. عشان كده بقول لك ان الاوبجكت اللي بتبقى جوه اللومين بيبقى ليها ليميت، ما بتقدرش تتحكم في كل حاجه، وبعدين بيبقى الكواليتي بتاعتها مش قد كده، فيفضل ان انت تجيب الاوبجكتس بتاعتك كلها من بره وتبدا تتحكم فيها بانك بتغير الماتيريال والحاجات دي كلها، والماتيريالز والحاجات دي كلها ان شاء الله هنقولها في المحاضره، يعني في محاضره مخصوص، يعني محاضره كامله عن الماتيريالز. فاحنا دلوقتي كده جينا عملنا سيلكت، في بقى عندي اوبشنز فوق تانيين لو انا عايز اعمل له لوك بحيث ان انا ما اقدرش ان انا اتحكم فيه من اي حاجه، واقدر افتح اللوك تاني، او ان انا مثلا اخترت مجموعه مثلا الكرسي ده والكرسي ده وده والعربيه مثلا، بس لازم ادوس على اول عشان هو، او ادوس على الترانسبورت عشان اختارها، فهو اختار لي كل الاوبجكتس دي كده، فساعتها اقدر اعملها كلها كده في جروب، اقدر ادوس كده اد كارنت سيلكشن تو ا جروب، ساعتها يحطها لي في جروب. عايز بقى اسمي الجروب ده بتاعي، او عايز مثلا اعمل لهم تاني ان جروب، او عايز اسيف الجروب ده، فبراحتي اقدر اتحكم في الحاجات دي كلها. طبعا دي بقى الكرنت لاير، اللايرز دي هنتكلم عنها بالتفصيل المحاضره الجايه لما اجي بقى اظبط البروجكت بتاعي واظبط الكاميرا وكده، فانا هتكلم برضو اول حاجه هتكلم عنها ان شاء الله في بدايه المحاضره، اتكلم عن اللايرز دي لو انا عايز احط شويه اوبجكت على لاير بحيث ان انا لو الفايل تقل معايا مثلا اخفي الشجر بس لكن ما اخفيش البروجكت كله، فدي باذن الله اتكلم عنها في المحاضره الجايه.
انا كده هستوب ريكورد، ولو حد عنده سؤال يتفضل.